اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مغامرات ابن حتوته. اليوم مغامرتنا واحدة من الشغلات اللي لقيتها على النت، واحدة من أحلى الأماكن الطبيعية في الصين، جولة في اللي ريفر. وصلنا مدينة جولن، هلأ احنا في الهوستل هنفطر عشان نطلع نعمل مغامرتنا الأولى في مدينة جولن. احنا طالعين بالباص بدنا نروح على المكان اللي بنقدر ناخذ منه قوارب على اللي ريفر. لا شكرا. وصلنا للمكان اللي راح ناخذ منه القارب. يا جماعه الزلمه في الباص قرقع راسنا بالحكي. ما بسكت، عشان هيك بكره الجولات السياحيه، بدهم يبيعوكم اشياء، بدهم يعطوكم اشياء. لساته بحكي. ما بسكت هذا الزلمه. راديو بالع راديو حضرتك معلم على راس الحد. أخذنا التيكت وبدنا نطلع في القارب. والله يا جماعة شيء بحزن انه كل هاي الاماكن الجميلة موجودة إن على نفس الكوكب، بس في ناس يعني ما بتقدر تيجي هون، فعشان هيك بحب اختم كل فيديو بكثر الله اسفاركم يا رب. في هيك موجة من البرودة تدخل في أعضائك، بس خلصنا. والله العظيم ما بدنا يا حجة، والله ما تغلبي حالك مالك. هير سمايل. خلصنا من الجولة في النهر وطالعين في إلكتريك كار على المكان اللي بده ياخذنا منه الباص على مدينة يانكشو. لقينا الباص، شكله في حدا ناجح توجيهي فعمالهم يفقعوا العاب ناريه. مبروك يا ابو محمد، نجاح ابنك. وصلنا المدينه السياحيه، المنطقه السياحيه في يانكشو، وشكله في مظاهره للفتيات الصينيات. صراحة اليوم هف على بالي الأكل الهندي، فيجينا على مطعم هندي عشان نتغدى. والله كانت أكلة لذيذة مرة. Why are you laughing? It was so good. In German, it was so good. Sehr lecker. Very nice. في نهر بيمشي بين مدينة جولن، واحدة من أحلى المدن
في الصين لمدينة يانغشو، وبينهم تقدر تاخذ قارب وتاخذ رحلة في اللي ريفر زي ما احنا عملنا. بالعادة احسن طريقة انك تيجي لحالك هون بالمواصلات العامة على يانغشو وتروح على واحد من القوارب تبعون المحليين وتخليه ياخدك لفة، بيطلع كتير رخيص. ومدينة يانغشو نفسها فعلا 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 جميلة، طلعوا حوالي الجبال اوف قديه حلو. برضو بس تخلص جولة النهر ممكن تيجي بهاي المدينة وتلف فيها وتشوف جمالية القرى الصينية. الو واحدة من احلى الشغلات اللي تعملها وانت في يانغشو انك تستأجر سكوتر، بس اوعى تدعس حدا لانه مش شايف يا زلمة. استنى شوي. وهون اجار السكوتر باليوم 50 ين، يعني قاعدين نحكي عن 7 دولار، فمنطقي يعني نوعا ما. الزمور فبدي أزمن. يا سلام. يا 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 باي 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 باي. سلام. فادتنا انه نضيع وقت. كثير مفيده يا حجه بتضيع الوقت. للاسف ما لقينا المكان اللي كنا رايحين عليه، فلفينا ورجعنا ما معنا كثير وقت. أعرفكم على صديق جديد انضم لعائلة ابن حتوتة. لا حرام، اسمع السواق هلأ بطردنا. والله والله بتفشني باب الشارع بنشحط. يعطيك العافية حج. أخ طيب، أخذنا هذا الحج عند الباص تبع جولن، هنطلع بهذا الباص ونعود إلى الهوستل. نيهاو. نيهاو. How are you؟ في موضوع مهم لازم نحكي فيه قبل ما نطلع بالباص ونحكي في المواضيع التانية. الموضوع هو يا جماعة الخير سوري فكان يعني حبيت أحكي لكم إياه. نمنا بالباص وراحت علينا المحطة، هنا تقريبا رح نوصل. وهيك بكون إجا وقت نهاية مغامرتنا لهذا اليوم. شوفوا التخت ما أحلى. شوفكم في المغامرة الجاي. كثر الله أسفاركم وتصبحوا